البحر له مكانته ودوره في موقع وتاريخ سلطنة عمان، فمن هذا الموقع تشرف عمان على أهم وأقدم الطرق التجارية البحرية في العالم. والشواطئ العمانية تمتد لأكثر من 1700 كيلومتر، تبدأ من أقصى الجنوب الشرقي حيث بحر العرب مدخل المحيط الهندي، ثم إلى خليج عمان حتى تنتهي بمحافظة مسندم شمالاً على مدخل الخليج العربي. فالبحر كان سبباً في تفوق العمانيين أولاً في صناعة السفن، وعن طريق البحر ساهمت عمان وشعبها في التاريخ الإسلامي. والبحر كان في تفكير الصحابي مازن بن غضوبة، وهو أول من أسلم من أهل عمان، عندما وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء لعمان وأهل عمان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقهم العفاف والكفاف والرضا بما قدرت لهم. فقال مازن: يا رسول الله، البحر ينضح بجانبنا، فادعوا الله لنا في ميرتنا. فقال الرسول: اللهم وسع عليهم في ميرتهم وأكثر خيرهم من بحرهم. وعلاقة العماني بالبحر علاقة أزلية، فهو يعايش البحر في سائر يومه، فالشاطئ هو مكان استراحة الناس، وحركة المد والجزر تثير حنين العماني للبحر. على مر العصور استفاد العمانيون من موقعهم على البحر، فهم يصطادون في مياهه الغنية، وحرفة الصيد هي أقدم حرفة عرفها العماني. وأساليب الصيد التقليدية هنا توارثها الصياد جيلا بعد جيل، لذا فهي لا تزال محتفظة بروح الماضي. ويقوم الرجال هنا بصيد الضاغية، حيث يرمون بالشبكة في عرض البحر، وهذه الشبكة مخصصة لصيد السردين أو العومة. وفي الساحل يتعاون الصيادون في شد الشبكة وجلبها إلى الشاطئ، وهم يقومون بعملية التفافية على شكل قوس حتى يتم إيصال طرفي الشبكة معا لتحجز كميات من الأسماك التي يتم صيدها. يبلغ طول شبكة الضاغية 120 قدماً، وعندما تمتلئ يقوم الصيادون بتفريغ الأسماك في أكياس شبكية صغيرة. في أقصى شمال سلطنة عمان تقع محافظة مسندم ذات الموقع الاستراتيجي المميز، حيث مضيق هرمز بوابة الخليج العربي إلى العالم. وأهم ما يميز مسندم السواحل والأزقة البحرية
التي تعد مكانا جيدا لتكاثر الأسماك. وحرفة الصيد في ولاية خصب تمثل مصدرا للدخل الرئيسي لقطاع كبير من سكان الولاية، ويعتبر إنتاج الصيادين هنا وفيرا، حيث يتم تسويق هذه الثروة في السوق المحلية، ويصدر الباقي إلى خارج محافظة مسندم. ولقد ساهم ميناء خصب في تطوير مهنة الصيد وزيادة الحركة التجارية، حيث يجد الصياد في الميناء مكاناً لبيع حصيلته من الأسماك. مئتين وخمسين. يشهد ميناء خصب يوميا حركة كبيرة لعرض وبيع الأسماك التي تجود بها شواطئ المنطقة الغنية بأجود أنواع وأصناف الأسماك العمانية. ولاية دبا البيعة تقع في الجنوب الشرقي من محافظة مسندم. تحتضن ولاية دبا البيعة العديد من معطيات النهضة الحديثة، مزدانة بشوارعها ومجسماتها الجميلة التي تعبر عن ارتباط أهالي الولاية بتاريخها البحري العريق. لخدمة الصيادين في ولاية دبا أنشأت السلطنة ميناءً للصيد. صمم الميناء لرسو واستقبال القوارب الصغيرة والكبيرة. يضم الميناء العديد من الخدمات التي يحتاج إليها الصيادون، كمصنع للثلج وخدمات التبريد التي تساعد على حفظ جودة الأسماك، ومنطقة محمية للقوارب وأطواق عائمة ومساحة لعرض وبيع الأسماك في الميناء. 33 ريال. 1 2 3 4 5 6 57 57 58 58 58 58 58. قبل وجود الميناء الحديث كيف كانت ولاية دبا البيعة قديما؟ يعني كان في زمان القديم نحن عدنا يعني نجيب الشراعية بالقوارب الشراعية ونصدر من البحر ضرب البرغوم، والمشكات نصدرهم يعني نصرف بها 50 بيسة. الأخير يعني من حكم جلالة السلطان جزاه الله خير يعني حطوا براد على البحر، وكان يعني يصدرون داخل البراد، ويجون المواطنين يعني يصدرون من البراد إلى الخارج، من دبي إلى الشارجة إلى أبوظبي حتى إلى السعودية يوصل جزاهم الله خير. كان يعني توفر الفلج وتوفر يعني البراد شوي عن زين، وصارت تسهيلات الحمد لله. يعني كان صار عن توفير عند المواطن كذلك. يعني الحين صارت يعني قوارب ولنشات يعني جزاه الله خير من جلال السلطان. يعني صبح يعني انتشر الوقت وحصل المساعدة من وزارة الأسماك والزراعة يعني، وحط القوارب يعني الكبار والمكاين، ويحصلوا يعني تسهيلات من وزارة الزراعة والأسماك. لقد تم رصد أكثر من 900 نوع من الأسماك في بحار السلطنة، ويمكن مشاهدة جزء كبير من هذه الأنواع في أسواق الأسماك التقليدية، منها أسماك سطحية مثل الصدى والصال والشعري والكوفر والهامور وغيرها من هذه الأنواع الكثيرة. العديد من ولايات منطقة الباطنة في عمان تقع مباشرة على الساحل، وبالتالي فإن هذه الشواطئ البحرية أصبحت تمثل جزءاً من تنوع الأنشطة السكانية التي ترتبط بالبحر. وحرفة صيد السمك
تمثل مصدر الدخل الرئيسي لقطاع كبير من سكان السواحل العمانية. والسنوات الطويلة في التعامل مع السمك أكسبت الناس هنا الخبرة الكافية في التعامل مع مختلف أنواع الأسماك. وتمثل هذه المشاهد في سوق ولاية صحم جزءاً من الحياة اليومية في أسواق الأسماك التقليدية المنتشرة في الباطنة. سوق ولاية صحم من الأسواق العريقة في عمان، حيث يأخذ السوق مكانه على الساحل. وإلى جانب خيرات البحر تعرض هنا في سوق صحم المنتجات المحلية من الخضار والفاكهة التي تجود بها الأرض الزراعية الخصبة في الباطنة. وتتوفر هنا الاحتياجات اليومية للأسرة العمانية من الخضار الطازجة. وفي هذه الأسواق التقليدية تشارك المرأة الرجل في عملية البيع والشراء. سوق صحم نموذج من أسواق الباطنة القديمة، تتنوع فيه البضاعة المعروضة وترتفع دكاكينه عن الأرض ببضع درجات. يأخذ السوق شكل أزقة وأروقة تتفرع إلى محلات تعرض مختلف أنواع البضاعة التقليدية من الأقمشة والمواد الغذائية واللوازم الزراعية. أكداس من السلع متعددة الألوان والأشكال تعرض في الدكان الواحد. في هذه الأسواق يمكنك مشاهدة لوحات من الحياة اليومية للإنسان العماني. سوق صحم كان أكثر رواجاً في الماضي، ترسو على شواطئه السفن ويزدحم السوق بالبضائع المختلفة. إذا كانت أول هذه الفرضة الناس تجي هذا السفن تجي تسرع على فوق هذا الساحل، والجمارك كان في 107، والفرضة كانت كد في كل شهر 30,000 ريال عماني من الجمارك، والسفن تجي كل يوم 6 و7 سفينات على السوق، حدقي من إيران، حدقي من دبي، حدقي بيع شراية، حدقي جوز، وحدقي ياس، وحدقي أي يعني في بضاعة جاب، يعني حد من إيران، وشيء جاب من البحرين، وشيء جاب من إيران ثانية، والبضاعة نزل في سوق صحم. وكان هذه الفرضة كانت عامرة بالسمن والعسل النحل. مدينة صور من أهم ولايات السلطنة في صيد الأسماك، وقطاع كبير من أبناء صور يعملون في صيد السمك بالطرق التقليدية التي توارثوها أبا عن جد. ويمكنك هنا مشاهدة سفن السمبوك الخشبية على شواطئ صور التي لا تزال تستخدم للصيد. والسفن التقليدية في صور كانت تجوب أعالي البحار في رحلات تجارية، إلا أنها الآن أصبحت مقتصرة ومتخصصة لصيد السمك. وهذه السفن قد جرى تعديلها فأزيلت منها الصواري والأشرعة لتحل محلها محركات الديزل، وعدلت مخازنها إلى برادات تستوعب الثلوج والأسماك. إلا أن مظهرها العام ظل محافظاً على سماتها الجمالية. تتمتع مياه مدينة صور بمراع خصبة للأسماك، وتشتهر شواطئها بأسماك الجيذر أو التونة، والتي توجد بأحجام قد تصل إلى 80 و100 كيلوغرام للسمكة الواحدة، وكذلك أسماك السهوة والكنعد والقرقور. وتلاقي هذه الأسماك رواجاً كبيراً في دول العالم. وقد أكسبت السنوات الطويلة الأهالي هنا الخبرة الكافية في الصيد والتعامل مع مختلف أنواع الأسماك. وعملية البيع في الأسواق التقليدية تتم من خلال عرض الصيادين لمحصولهم اليومي من الأسماك الطازجة مباشرة على الشاطئ. التعامل في سوق السمك في ولاية صور عرفي، أي يجري على الأعراف والتقاليد التي مضى عليها الأوائل. ويعد الدلال هو كبير الشاطئ أو السوق، وهو الوسيط بين المشتري والصياد. ففي كثير من الأحيان يأتي الصياد بالسمك إلى الشاطئ ويسلمه للدلال، ولا يرجع إليه
إلا بعد يوم أو أكثر لاستلام النقود، وذلك يرجع للثقة والأمانة المتبادلة في هذه الأسواق التقليدية بين الناس، كما أن أي خلاف في السوق يكون الفصل فيه الدلال، والكل هنا يرجع إلى قوله. 75 تعقد على الشاطئ صفقات تجارية كبيرة لوجود أسماك الجيذر أو التونة التي يتم تصديرها إلى دول العالم، فهنا العديد من مندوبي شركات الأسماك الوطنية الخاصة. 105 106 107 107 107 الله يبارك 105 صافي يقول بيه. أنا أوصل إلى الساحل في الصباح وفي المساء لشراء الأسماك مختلفة، وهناك في الصباح تأتي أسماك لي أسماك التونة الكبيرة والصغيرة الذي معدود، وفي أنواع أخرى مثل الميخ والسنسول، ولكن الأسعار تختلف بين ساعة بين يوم وآخر، فأحيانا تكون الأسعار منخفضة عند كثرة الأسماك وزيادة المشترين، وتكون الأسعار مرتفعة عند قلة الأسماك وكثرة المشترين. وأثناء في المساء أيضا نأتي إلى السوق لشراء أسماك التونة فقط، أسماك التونة الكبيرة، فهي أسعارها مختلفة، أحيانا توصل إلى 70-80 ريال كل حبة، وأحيانا تقل عن ذلك إلى 30 ريال. بالإضافة إلى العرض والطلب، فإن نوعية الأسماك وطريقة صيدها يتحكم أيضا في السعر، فالأسماك التي تصاد بواسطة الخيط والسنارة تكون غالية الثمن عالية الجودة، بينما تكون أسماك التونة المصادة بواسطة الشباك أو ما يعرف بالهيال أقل سعراً. ويرجع ذلك إلى كمية الدم التي تنزفها الأسماك عند الصيد، فالأسماك المصادة بالشباك تفقد كمية كبيرة من الدم، لذا تكون لينة ويسرع إليها الفساد، بينما الأسماك المصادة بالسنارة أكثر صلابة وجودة. وشاطئ صور من أهم الأسواق المصدرة للأسماك إلى دول العالم والسوق المحلي. سوق السمك عندنا في هذه الوقت يدر، عندنا سهوة، عندنا صدى، وعندنا حلي على ما تشوفوا. هذا سمكنا من زمان الربع لي زمان الصيف، هو هذا سمكنا ماشي فيه يختلف عن بعض بعض. أما السيايير من نزوتيني من بلاد بن أبو علي توصل من كل مكان يوصلنا سيايير، كل الأمان الداخلية كلها يتحمل مني يوم يستوي الصيد. حملوا سوى، حملوا يدر هذي صغار، أما يدر كبار تأخذ الشركات، عندنا شركات محتمدين على الصيد بلغ عليه 50 صيد كبار، صيد كبار الصيد الوسطي يجيب 20-25 يوصل ل 30 عندنا. هذه الصيد معنا واقف هو. أما ياريور أكثر حلها الحين صيف عندنا، وربع لحلين، حل واحد صيف وحل واحد ربع لا هو يكثر فيه. أما الشتاء كنا مي وايد، الحين يجيب من السفن مرات يجيب من الليل 50، وبيعات تستوي ثقيل زينة. الأسماك العمانية في صور أثارت إعجاب الرحال العربي ابن بطوطة لدى زيارته لعمان، حيث قال: في قلهات أكلت سمكا لم أذق مثله في أي مكان آخر، وكنت أفضله على أي نوع من اللحم، لذا فقد كان السمك طعامي الوحيد طوال إقامتي هناك. 38 40 تمت 40، قال لي 40 أقول لكم 40 من قول 40 ريال نادي، 41 أقول 41 قالوا 42 43 43 44. سوق السمك الجديد أقيم ضمن تطوير المدينة وبشكل يضمن المحافظة على الأصالة
والهوية التراثية لمدينة صور. مدينة مطرح بموقعها البحري المتميز على ميناء السلطان قابوس، تحكي هذه المدينة بين جنباتها حياة سوق آخر من أسواق عمان التقليدية. فسوق مطرح للأسماك بعمارته الجديدة يأخذ مكانه بجانب الميناء، حيث تتوافد على السوق يومياً مئات القوارب المحملة بالأسماك الطازجة. والجدير بالذكر أن المياه الساحلية العمانية تعد من بين أكثر بحار العالم غزارة بالأحياء البحرية، ويرجع ذلك إلى دورتها المائية المتجددة وعمقها النسبي. وبهذا الخير الوفير تبقى حرفة الصيد والبحار العمانية تشكل مصدر دخل لقطاع كبير من السكان، وتبقى هذه المشاهد الرائعة للأسماك تحكي نموذجاً من نماذج الأسواق التقليدية العمانية. ما